يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرجي عرفة يا ديرة العالمين يأوها إلى الجود والكرم يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرجي عفة يا ديرة العالمين يأوها إلى الجود والكرم نحن جيران نحن جيران بذي الحرام حرام الإحسان حرام الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمين يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرجي عطفة يا ديرة العالمين بين الجود والكرم وبآياتي القرآن عون فتائذ فينا فتائذ فينا أخو الوهاني نعرف البطحة وتعرفونا وصاف والبيت يا لفونا يا رسول الله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرجي عطفة يا جيرة العالمين إلى الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي عطفة يا جيرة العالمين يا ويل الجود والكرم وإلى سبطين ننتسب نسبا ما فيه من دحني كم إمام بعده خلفوا من سادات بذا عرفوا يا رسول الله يا رفيع الشان والدرجي عطفة يا جيرة العالمين
وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر وزمن مثل زين العابدين علي وابنه البقير خير ولي يا رسول الله سلام عليه يا ربي عسى ربي فانفعنا ببركتي وادنا الحسنى بحرمته وامتنا في طريقته ومعافاته من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاك وتراجي يا مهيمن الجود والكرم.